السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. احنا في مستودع شركة الأجهزة الذكية، وعندهم تصفية نهائية على الشاشات، المكيفات، أيضا الأجهزة الكهربائية. إلى متى؟ نهاية ديسمبر، إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات. وبمجرد ترفعون الشاشة يوصلكم دايركت للمستودع، 5 أيام تقريبا أو نفاد الكميات. شوفوا يا جماعة الشاشات وبأقل الأسعار وتصفية نهائية في هذا المستودع بالتحديد. 50 بوصة سمارت تي في LED بكم؟ طبعا واي فاي اندرويد 11. وبكم يا جماعة؟ 699 ريال إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات. الشاشات من المستودعات مباشرة والتصفية، 50 بوصة 4K سمارت تي في، طبعا تدعم جميع البرامج نتفليكس، يوتيوب، برايم فيديو، أيضا بسعر قوي جدا 799 ريال. سيرتيفايد تي في، تحديث ذاتي. تحديث ذاتي، نعم، وب 799 ريال فقط. الشاشات 55 بوصة 4K سمارت تي في، أيضا واي فاي واندرويد 13 بالتحديد، بكم؟ 949 ريال فقط. الشاشات وبأقل الأسعار ومن المستودع مباشرة تصفية يا جماعة، هذه 55 بوصة 4K UHD LED TV، سعر قوي جدا، تدعم جميع البرامج يوتيوب، برايم فيديو، نتفليكس، بكم؟ 999 ريال. رسيفر داخلي وتحديث تلقائي أيضا، جوجل سيرتيفايد معتمد. يا سلام، 999 ريال إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكمية. الشاشات 65 بوصة وبأقل الأسعار، نتكلم على الريسيفر داخلي، أيضا الريموت ماجيك، ولا لا؟ ريموت ماجيك، بكم؟ 1399، تدعم جميع البرامج اليوتيوب، برايم فيديو، أيضا النتفليكس. هذه 4K؟ 4K يا جماعة. جوجل سيرتيفايد، يا سلام، 1399 ريال. جوجل سيرتيفايد، تحديث ذاتي. تحديث ذاتي يا جماعة، كل هالمواصفات 1399 وتصفية إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات. ولكل اللي يبحث عن 65 بوصة الويب بوس يا جماعة، أقل سعر عندهم بكم؟ 1399 ريال، تدعم جميع التطبيقات نتفليكس، يوتيوب، برايم فيديو، وأيضا وش فيها؟ رسيفر داخلي ونظام الريموت ماجيك ريموت، يا سلام، تحديث ذاتي، 1399 ريال الويب بوس. شوفوا يا جماعة الشاشات الحجم الكبير، حنا نتكلم على كم؟ على 75 بوصة. هذا وش مواصفاتها؟ ريموت ماجيك، جوجل سيرتيفايد، جميع البرامج، رسيفر داخلي. وبكم؟ 1999 ريال، نتكلم على 4K 75 بوصة، تصفية إلى 31 ديسمبر. فريزرات وبأقل الأسعار، 150 لتر تصفية نهائية إلى 31 ديسمبر، بكم؟ 499 ريال. اللون وشو؟ أبيض. اللون الأبيض فقط، 499 ريال، 150 لتر. وثلاجات الفريزرات اللي هنا كم؟ 200 لتر وتصفية نهائية إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات، 649 ريال. وبسأل عن اللون، وش اللون المتاح؟ أبيض فقط، 200 لتر. يا جماعة الثلاجات المكتبية، هذا اللون المتاح بالتحديد، طبعا سعر قوي. احنا نتكلم على الثلاجة المكتبية للصالات، للمكاتب، الشاليهات، ما عندكم مشكلة، بكم؟ هالنوع ب 299 ريال وتصفية إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات. البرادات وبأقل الأسعار، جميع الأحجام موجودة، الحجم الصغير ب 229 ريال فقط، ما انتهينا، الحجم الوسط حار بارد ب 249 ريال، حتى الحجم الكبير موفرينه وعلى 299 ريال وتصفية نهائية. مكيفات الإسبليت الحار البارد، سعر قوي جدا، هذا كم ساعته؟ 18500 BTU، بسعر 1399 ريال إلى 31 ديسمبر أو نفاد الكميات. مكيفات الإسبليت وبأقل الأسعار، نتكلم على البارد فقط، كم ساعته؟ طن ونص، بسعر كم؟ 1299 ريال فقط، تصفية نهائية. مكيفات الإسبليت اللي تشوفونها قدامكم حار بارد، هذا كم ساعته؟ 18599 ريال فقط. محضر الطعام اللي تشوفونه قدامكم 10 في 1، ما فيه مطبخ ما يحتاجه، فيه الفرامة، فيه الخلاط، فيه الطاحونة، فيه جميع الأنواع اللي تحتاجونها. بس كم كل هالشغل اللي تشوفونه قدامكم؟ 199 ريال. كم سعره قبل؟ 400 ريال. حاليا تصفية في المستودع تأخذون 199 ريال فقط. الأفران اللي تشوفونها قدامكم 23 لتر، طبعا
تجيكم بكم؟ بسعر 129 ريال فقط. القلايات الهوائية اللي تشوفونها قدامكم 3.5 لتر بكم؟ ب 129 ريال، فيه الحجم الأكبر. هذا كم؟ هذا 4 لتر ب 139 ريال فقط. الخلاط اللي تشوفونه قدامكم 4 في 1 وسعر قوي جدا بكم؟ مع كامل مرفقاتها ب 79 ريال. ما انتهينا، اللي يبحثون عن العجانة اللي تشوفونها قدامكم 5 لتر عدة سرعات ب 129 ريال فقط. اللي يبحثون عن المكانس الصغيرة اللي تشوفونها قدامكم وموفرينها بكم؟ ب 79 ريال فقط. شوفوا يا جماعة المكانس وبأقل الأسعار 18 لتر قدامكم، هالمكنسة وبأقل سعر ب 99 ريال فقط. الدفايات الدائرية اللي تشوفونها قدامكم بسعر كم؟ 99 ريال. أيضا عندهم الدفاية اللي تشوفونها قدامكم الزيتية، هذه 13 ريشة ب 199 ريال. أيضا عندهم الدفاية اللي تشوفونها قدامكم من الأعلى ومن الجهة الأمامية بكم؟ ب 129 ريال فقط. سطح الفرن اللي تشوفونه قدامكم هذا عينين متنقل وبسعر قوي، كم؟ 69 ريال. قدر الضغط اللي تشوفونه قدامكم هذا 3.5 لتر أو 3 لتر عفوا بكم؟ ب 35 ريال فقط. الأطقم اللي تشوفونها قدامكم طقم من 5 قطع طبعا ستيل، طقم كامل ومتكامل وبسعر قوي جدا عندهم ب 69 ريال، يجيكم بهالحجم وفي هالكرتون زي ما نلاحظوا نشوف، وخمس قطع تقريبا. هذا هو قدور بسعر كم؟ بسعر 69 ريال، اللي هو التاوة والقدر والغطيان وب 69 ريال فقط، تصفية في المستودع. طقم القدور اللي تشوفونها قدامكم من 8 قطع، أبسأل كم سعره كان قبل؟ 300. طبعا فيه وزن يا جماعة زي ما نلاحظ ونشوف، 8 قطع كان ب 300، حاليا تصفية وحتى نفاد الكميات 149 ريال فقط، كمية محدودة. أطقم القدور اللي تشوفونها قدامكم هذه تقريبا من 9 قطع، طقم ب 99 ريال. أيضا أطقم القدور اللي هنا هذه أيضا من 9 قطع وأنواع مختلفة ب 179 ريال فقط. التوات اللي تشوفونها قدامكم طبعا المقاس هذا ب 29 والمقاس الأصغر ب 13 ريال. الميكروويف اللي تشوفونها قدامكم هذا كم لتر؟ 30 لتر زي ما نلاحظ ونشوف، ويجي مع كامل مرفقاته. هذا هو السعر كم؟ 249 ريال فقط. من هنا وطالع اللاين اللي تشوفونها قدامكم هذه تصفية نهائية والخصم فيها يصل إلى 70%. هذه وش وضع هذه؟ هذه بدون ضمان. بدون ضمان 70%. مثلا هذا 199 ريال. البرادات اللي هنا عليها تصفية 70%. أيضا الأغراض اللي تشوفونها قدامكم تصفية بدون ضمان عندهم، هذه اللي فيها مشكلة في الكرتون أو اللي زي ما نلاحظ نشوفه ب 69 هنا، اللي هنا ب 15 ريال الموقد أو المصباح القابل للتشغيل. أيضا الأشكال اللي هنا هذه تصفي عليها نهاية، حتى مكينة القهوة اللي هنا ب 199 ريال. وش فيه بعد؟ عندك هذه الكواية ب 79 ريال البخار، هذه تصفي عليها نهائية ب 10 ريال الميزان هذا اللي هنا بدون ضمان طبعا، وخيارات كثير جدا. ضمان داخل المحل تأكيد أنها شغالة. إي تشغيل، ضمان تشغيل فقط. هذه تصفية أيضا يصل إلى 70%. طبعا تشغيل فقط. نعم تشغيل. تشغيل 70% يصل، فيه السماعات، فيه الأغراض اللي المسارح المنزلية أيضا. فيه مشكلة في الكرتون، فيه مشكلة، ضمانها ضمان تشغيل فقط 399 هنا. أيضا تصفية نهائية لإغلاق المستودع. أيضا اللي هنا 199 ريال أو 119 ريال جهاز التدفئة، اللي هنا 29 المراوح 29 ريال. نعم 29 ريال المراوح اللي تشوفونها قدامكم تصفية نهائية. حماصة التست اللي تشوفونها قدامكم السندوتشات 5 في 1، في للوافل، للكريب، للسطح المخطط، أيضا للتست، هذه ب 79 ريال تجيكم مع كامل مرفقاتها. الحجم الكبير هالنوع ب 69 ريال فقط. قدر الضغط الكهربائية 10 لتر ب 249 ريال. الكاوية الجافة اللي تشوفونها قدامكم، القلاية اللي تشوفونها قدامكم هذه وش وضعها؟ القلاية بالبخار. بالبخار؟ نعم. اي للمنتو لل نعم. يا سلام، سعرها عندهم ب 69 ريال. هذه خصائص الطبخ اللي هنا. ايضا عندهم جهاز الطبخ الرز اللي هنا 59 واللي هنا ايضا ب 69 ريال. الشاشات اللي تشوفونها قدامكم ايضا عندهم 55 بوصه 4K سمارت تي في طبعا اندرويد 11، واي فاي بسعر 949 ريال فقط.
هذا ختام إعلان هذا اليوم لشركة الأجهزة الذكية التجارية. طبعاً إلى متى؟ إلى 31؟ 31 ديسمبر. أو نفاد الكميات. بخصوص أوقات العمل المستودع من الساعة كم؟ من الساعة 9 إلى الساعة 9. من 9 صباحاً إلى 9 مساءً، فترة متواصلة. نعم.